السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل جدول لتنظيم الشغل، انا بعمل سيليكت على الحاجة بتاعتي، تمام، وبعد كده هروح لانسيرت واقول له تيبل، فبيقول لي حدد المكان اللي انت عايزه. فممكن تعمل سيليكت كده على الحاجة اللي انت عايزها وتقول له انتر، اوكي، فبيعملها لك بالشكل دوت، بحيث ان انت تقدر تختار الشكل زي ما انت عايز، تمام. تقدر تقول له انا في هيدر رو، في توتال رو مثلا، يبدأ يجيب لك حاجة بالشكل دوت. تقدر تقول له فيرست كولوم يبقى مميز مثلا. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له فلتر لي، فانا مش عايز الحاجة دي ولا الحاجة ديت، فيبدأ يفلترهم لك، تمام. يعني لو شلت مثلا سي 102 هتلاقيها مش ظاهرة معايا، فتقدر تعمل فلتر زي ما انت عايز، وكذلك هنا تبدأ تفلتر ايه الحاجة اللي انت مش عايزها.